ميكستيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. غمزة فتح المولدي. والله ما نعرفش زهر ولا مش زهر، على كل في حظك اليوم تونس ما عندهاش زهر. جريدة الشروق عاملة يوميا صفحة كاملة على حظك يا رئيس، تشوف كل المترشح وبرجه وكيفاش باش يتعدى نهاره. عملت دراسة حسونة في بالي سطحية، يا أخي برجو ليه طلعت عميقة. قالك يا سيدي مصيد والحمل والعذراء والجدي والدلو، طلع واحد برد. ربي تستر الواحد على خاطر عنينا برشة من اللعب الفدي. من الميزان والحوت والعقرب يا سيدي طلعونا ثلاثة، لكن على الأقل العقارب كيف تحطهم في الميزان ما تنجمش تحوت عليهم. وشد عندك حتى بالثور طلعوا ثلاثة زادة. وإذا كان قلقكم الثور هذا، جبدوا له اللافتة الحمراء متاع السبانيور. ومن الجوزاء والسرطان طلعوا أربعة، ربي يحمينا من السلطان. يبرع عاد حليت الكتاب نلقى 11 برج برك، فما برج واحد مسكين ماهوش مترشح. اش طلع يا سيدي بن سيدي؟ طلع برج القوس اللي ما عندوش حتى حظ. حب نقول يا جماعة ردوا بالكم يا مترشحين، تمشيوش تحطوا مصلحة تونس بين قوسين. غمزة غمزة فتح المولدي.